أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الرياضية. بداية، حقق المنتخب الوطني الجزائري فوزا مهما على نظيره الموزمبيقي خارج الديار في إطار الجولة الثانية من تصفية المونديال. انتصار جاء بعد مباراة صعبة لعبت في ظروف عاكست المنتخب الوطني في البداية، لينجح زملاء المتألق عمورة ومونديريا في تحقيق الأهم بفضل تحركات سريع عمورة الذي فك الشفرة الدفاعية، لينجح كل من شايبي وزروقي في تسجيل هدفين جعل المنتخب يعود بالزاد كاملا. مباراة عرفت تألق الحارس مونديريا الذي وقف سدا منيعا أمام هجمات الموزمبيقي الخطيرة. في ذات السياق، خطف النجم الجزائري عمور الأضواء خلال مباراة الجزائر والموزمبيق بعد دخوله مكان سليماني المصاب، وتحرك عمورة بشكل سريع أربك دفاع الخصم، وجاء من خلال تحركاته هدف المنتخب الجزائري ليثبت نجم جيلواز أنه لاعب فعال وحاسم في الأوقات الصعبة. وأثنى الجميع على أداء النجم الجزائري خلال المباراة وقالوا بأنه لاعب يستحق الفرصة في الهجوم. في خبر آخر، ثمن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر الفوز الذي حققه المنتخب الوطني اليوم الأحد بثنائية على حساب الموزمبيق، وأعاد بن ناصر نشر النتيجة النهائية التي انتهى عليها هذا اللقاء بهدفين دون رد عبر حسابه الرسمي. كما أرفق الدولي الجزائري ونجم إيسي ميلان الإيطالي هذه الصورة بعبارة تحيا الجزائر، مبديا من خلالها سعادته بهذا الفوز المحقق. نهاية الجولة الرياضية، في أمان الله. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.